وش تعمل باصحابها؟ صدق مو تدري. هذا اللي حبيت. ما شاء الله جملت. الله يبيض وجهك على ذا القصه الجميله. الله يطول يبيض وجهك ابو علي، ما سمعناك اليوم. والله طال عمرك المجلس كبير وفيه الشاعر الزميل ظافر الحمري والشيخ مسلط مثلين دائما المجالس اللي فيها. كفو ونعم. وانتم بقيادتكم يا ابو عبد الله، لكن تعليق بسيط على هذا. اول شيء ف الله سبحانه وتعالى ايش قال؟ قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم موسى. واللي ذكر ابو عبد الرحمن التوأم، اذكر كلام العلي الطنطاوي رحمه الله، يقول لو سأل الذي خرج من امه وسأل اللي في بطنها اين ذهب اخوك؟ قال مات، لانه فقدهم الحياه هذه اللي كان فيها النعيم مثل ما ذكرته. الله اكبر. يحسب انه مات. اي يحسب انه مات وهو حي. وين ايوه وين اخوك؟ قال مات، ويبكي حسره عليه. وهذا اكره، بعد ما فتح عيونه هذا شاف الدنيا، قال يا ليت اخوي وراي. ايش صورنا الله سبحانه وتعالى عن قتل احد؟ قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. فرحين. قال من يبلغ أهلنا؟ قال فرحين ما أتاهم ربهم ويستبشرون بالذين من خلفهم لم يرحموا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة وفضل من الله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قلناك فالله يقنعنا منها بالحلال ويقنع ويجعلنا منها القليلين زي ما ذكروا، ولا يسهلنا في باطل. والله لو تعظنا بهذا الكلام لكنا شبه الملائكة، نسبح الله غدوا وعشية ونحمد الله على ما حن فيه في هذا البلد الأمين. الحمد وهذه النعمة الحمد وهذه الله يعني جنة الدنيا. لكن لما تجي عند يعني كمان عند بعض الإشارات، والله عندنا إشارة ناكل مجلس إنسان ما تولع الإشارة وتطفى إلا قد عداني 5 دبابات ولا 6 من النعايم اللي في ظهرها. الحمد لله. ليه؟ نايم هناك ما عاد ابغى اتعب واطبخ واسوي ولا شيء، اليست هذا من النعمه؟ الحمد لله. والله ان هذا اللي حاولني انا دائما في فكر وقت اقول يا الله انا نحمدك. طيب يقوم الواحد باقي يقول كذا، عندك الطير طالت اعماركم اذا، والمشاهدين اذا شاف نور الصبح وهو على ذاك الخوط ما يحتسب يشوف النور عشان لا يقتل في الظلام، يشوف النور عشان يغدم يجيب غذاء. شايف؟ وحنا لا ننقعر، واذا ما عندنا شغل فتحنا عيوننا على الجوال وقلنا ما بنذكر اسماء الطلبه، الطعام الفلاني ياتي ياتيك لعند فراشك، اللهم انك تقوم تتنعثل كذا حتى تيجي عند الباب وتقابله تاخذه. فاللهم انا نحمدك على هذه، الحمد لله. اللهم لا تزيلها وتحفظ بلدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الحمد لله. وتكفينا شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. معنا ترى الطيور تغرد الصبح قدام حتى النور يباين، سبحان الله هذه قدرته. ها مع الاذان تبشر اذان الفجر وانت تسمع اصواتها اصواتها عاد انتشارها ما ادري، لكن تدري الفجر جاء. يا الله سبحان الله. الحمد لله على كل حال. ظافر الله مرحبا اخو منيف. منيف شكرا.